ملكات الجمال معروفين في العالم وفي أي دولة إن لازم بيبقى ليهم طبعاً نظام رياضي وبيعيشوا عليه، ولازم كمان إنهم يكونوا واخدين بالهم من نفسهم جداً، وأكيد بيشجعوا فرق معينة برضو في العالم كله أكيد، يعني ده بلا يعني شك فيه. بس إحنا بنتكلم عن ملكة جمال مصر 2014 لأن هي مشجعة أهلاوية زي ما كنت بقول لحضراتكم، يعني درجة ثالثة وكمان ناجحة جداً في شغلها. والستيريوتايبنج بتاع زمان اللي إحنا كنا دايماً نقول يعني ملكة الجمال عبارة عن شكل، ده مش حقيقي تماماً، والواقع هو اللي أثبت كده. خلينا نعرف كل التفاصيل دي. بس نرحب في البداية بملكة جمال مصر 2014 ميري منصور. صباح الجمال. صباح الفل. ايه الحلاوة دي على الصبح؟ لا بجد منورانا والله. انا متاكده ان كريم ندمان ان هو مش معانا النهارده. لا انت منورانا. وقبل ما نخش في تفاصيل كتيره، وطبعا هنتكلم عن الاهلي اهم حاجه، بس عايزين نعرف الناس برضو مين ميري وبدايتك، لما فكرتي ان انت تقدمي في ملكة الجمال وهكذا. اوكي. انا في الاول اسمي ميري منصور، بنوته مصريه ارمنيه من اصول يونانيه كمان. نشات في اسكندريه، كنت بدرس في المدرسه الارمينيان وبوغوسيان، اسمها بوغوسيان. وكبرنا في مصر عادي من صغرنا، ومامتي برضو ارمنيه يونانيه، والدي مصري بيور. وبس، وموجوده معاكم، بتشرف ان انا النهارده في قناه النادي الاهلي. انت منورانا. وخلينا نكمل. طيب ده الاصل، بعد كده ايه اللي خلاكي تفكري انك تقدمي في اصلا كومبيتيشن او مسابقه ملكات الجمال؟ اوكي. هو انا ما فكرتش انا شخصيا، تو بي اونست. هو خالي الله يرحمه هو اللي كان مقدم لي فيها قبل ما يتوفى فتره قليله جدا. وبعد ما توفى كنت حابه اعملها از تشالنج، او يعني اهديها لروحه، عشان كده يعني دخلت المسابقه وكملت فيها والحمد لله. حلو جدا. اكيد اكيد قبل ما تدخلي مسابقه جمال لازم يبقى في استعدادات، وهل فعلا فعلا عشان اجابه تبقى صريحه، الرياضه كانت جزء من حياتك قبل وبعد، ولا الموضوع ما كانش عندك اهتمام بيه كبير؟ بصي، انا بتمرن باسكت من وانا عندي 7 سنين، وبجانب رياضات تانية كتير كنت بعمل سباحة وخيل وجمباز، يعني كذا حاجة، بس استمرت في الباسكت لأن هي كمان لعبة شعبية شوية في الجزء الأرمني، وبلاس كمان اسكندرية فهي معروفة أكتر كباسكت. كان نفسي ألعب كرة قدم، بس هي ملهاش قوي يعني دلوقتي غير زمان. زمان ما كانش ليها قوي. صح. انا كان نفسي برضو وانا صغيره، بس فعلا ما كانش، كان يمكن نادي الطيران كان المكان الوحيد اللي ممكن الى حد ما، بس كان صعب برضو عشان احنا من اسكندريه ونكون في القاهره وكده. فالرياضه بالنسبه لي كانت يعني جزء في حياتي، يعني رياضه ومذاكره، يعني رياضه واي حاجه جنبها. بس يمكن هي دي حاجه من الحاجات اللي لسه محافظه على شكلي وجسمي لغايه دلوقتي. حلو جدا. نخش بقى على هنا فكره الاهلي. اوكي. انت بتحبي الاهلي جدا، ومن وانت صغيره والعيله عندك كلها اهلاويه. خلينا نبدا، يعني مين اكتر حد في العيله هو اللي كان اهلاوي جدا وانت حبيتي الاهلي بسببه؟ اوكي. هي والدتي وخالي اكتر اتنين يعني اهلاويين. احنا العيله كلها. عايزه اقول لك على حاجه بقى، ده اكسكلوسيف. ابا عن جد. مش ابا قوي، بابايا زملكاوي. مفيش مشكله، يبقى جد. بابا حلو في حته جدا معانا بصراحه. هو يعني ديمقراطي، اللي هو يعني انتوا بتشجعوا. هو علمنا ان كل واحد له رايه، كل واحد يحب يشجع الفريق اللي هو عايزه. طبعاً. وفي الاخر دي رياضه، يعني احنا at the end of the day في بيبقى روح رياضيه وكل حاجه. بس انا مامتي متعصبه جدا، يعني احنا 3/4 المباريات لو انا مش في الاستاد فانا بتفرج معاها في الماتشات وكده. وخالي برضو الله يرحمه هو كان اهلاوي جدا، ومن زمان كان هو دايما معودنا ان احنا اي ماتش في استاد اسكندريه احنا لازم نكون بنحضره. بصي، اي بيت مصري بيبقى فيه كل حاجه، يعني ما هتلاقي اللي بينتمي لنادي كذا ونادي كذا، في الاخر احنا مصريين يعني. والنقطه دي ما فيهاش جدال، وما تزعلش حد، ما فيهاش اي حاجه. وانا ليه بقول لك العيله عندك، لان انا عارفه ان خالك كان ليه تاثير كبير عليكي جدا فعلا، سواء في فكره
المسابقة أو كمان الأهلي، وكان حتى بيحب ياخدك معاه يعني الماتشات وغيره، فأثر في حياتك الله يرحمه طبعا بشكل كبير. طيب احكي لي أكتر عن يعني البيت بقى وأنتوا قاعدين بتتفرجوا، باباكي زملكاوي، مامتك وخالك أهلاويين، يعني خلينا نعرف برضو الأجواء كانت إزاي. هو يعني هو ده حصل أوقات قليلة قوي، لأن أنا بابايا ظروف شغله مخليه مسافر بره مصر أكتر الوقت، وبهديله طبعا الحقيقه هو اكيد بيتفرج. مفيش مباراه في البيت كده او حتى في استاد فاكره كواليسها شويه؟ وانا صغيره يعني بصي مش هبقى فاكره قوي، بس طبعا يعني مع اي جون طبعا بيجي بقوم بهيصه حتى لو مش عارفه ايه اللي بيحصل وبتاع، بس كان في طبعا اجواء الاحتفالات دي. دي هنا كنت صغيره، هنا كانت قريب الصوره دي صح كده؟ الايه؟ دي كانت في، لا ده من قريب جدا. في تصفيات كاس العالم اللي فاتت. ده كان بتبقي مع مين بقى؟ مين برضو اللي بيروح معاكي كان وقتها؟ هنا كنت انا وجروب صحابي من اسكندريه، وانا فاكر كنا قاعدين في ثالثه يمين اظن. ليه بتحبي تقعدي في الدرجه الثالثه برضو؟ ده كان سؤال حد اعرف. بصي دي كانت في مباراه الاهلي، بس مش فاكره انهي واحده بالظبط. لا يعني طبعا محمد صلاح. واحدة واحدة يا جماعة عشان في كل صورة ليها قصة. واحدة واحدة. طب خلينا في الصورة الأولانية. أوكي. كنت فيها مع صحابك وكان المنتخب بيلعب. أيوة، صح كده؟ طيب خلينا طيب في الصورة دي هنا التقيتي بصلاح، احكي لنا كواليس برضو اللقاء دي. ده كان في معسكر منتخب في برج العرب، وكان بعد ماتش على طول طبعا زي اي مشجعه بنجري ورا وفخورا يقول ايوه عادي جدا يعني. لا كنا يعني كنت انا واصحابي رحنا بعدها يعني قريب من المكان الفندق الاقامه بتاعهم، وبالصدفه البحته يعني لا مرتبه ولا اي حاجه يعني، وشكلي عادي اللي هو طالع عينا عادي يعني، وشفت محمد صلاح كابتن كابتن ممكن ناخد صوره بس، وعدت كده. بس هو شخصيه محترمه طبعا جدا الحقيقه جدا فوق الوصف جداً. يعني طيب معانا صور ثانيه؟ في صور ثانيه؟ ده فين بقى؟ دي في المجر، كانت تبع مسابقه اسمها قوي قلبك. كان الفريق بتاعنا كانوا مختارين ناس معينه يعني من مصر ومن القاهره واسكندريه، نروح باسم مصر يعني نلعب العاب زي اولمبيك جيمز كده في برنامج اسمه قوي قلبك. ده كان بعد يعني بعد المسابقه. ايوه. احمد فهمي طبعا حبيبي احمد فهمي اهلاوي اهلاوي. يعني هو وهنا اصحابي جدا، هنا زملكاويه وهو اهلاوي، فدايما بيبقى في صراعات برضه بينا. دي كانت في ميس بان ارمينيان جيمز في ارمينيا، واخدت برضه تايتل الوصيفه الاولى لملكه جمال الالعاب الاولمبيه، ده في اسكندريه. لما بتحضري مسابقات مختلفة بتبقي حريصة ان انت تتكلمي يعني عن طبعا مصر، وفكرة هنا برضو المسابقات زي ما انا كنت بقول ان هي مسابقات الجمال المفهوم عنها اختلف، مش قصة بس شكل جميل، لا في ذكاء وفي نجاحات اتحققت وهكذا. يعني هل دايما بتحاولي ان انت تبقي بتنقلي الصورة عن المرأة المصرية وعن الرياضة المصرية وغيره؟ بصي انا قبل اي حاجة انا يمكن نشأت في عائلة مختلطة يعني مش مصرية بيور، بس أنا في الأول وفي الآخر أنا مولودة هنا، فأنا بنتمي للبلد دي برضو. فقبل ما أروح أي حتة دايما بيسألوني عن الأرمن في مصر، يعني بحس أن أنا زي سفيرة الأرمن في مصر. أيوة. فاهمة؟ ولما بروح بره ببقى زي سفيرة مصر في أي بلد بروحها. أكيد بره. قابلتي ست سفيرة نبيلة مكرم، هي أيوة. كانت عاملة احتفالية كذا مرة. أيوة عن الأرمن صح. في مصر. أيوة صح. صح. فهي بتبقى مسؤولية كبيرة عليا، يمكن الناس مش بتقدر الحتة دي شوية، بس هي بتبقى مسؤولية ان انت لازم تطلعي بأحسن صورة للطرفين علشان ترضي طرفين برضه. والكونسبت عن الرياضه انا هروح بقى معاكي، بصي الموضوع هيتشعب لكذا نقطه بس كلها نقاط متصله. فكره هنا الرياضه النسائيه، لان البعض عنده ثقافه ان احنا يمكن في مصر ما بنهتمش كنا بالرياضه بالذات السيدات، ما فيش اهتمام كبير او سبوت لايت عليها. الكذا سنه اللي فاتوا اصبح الموضوع تماما شيفتد مختلف تماما. صح. بالعكس عندنا نماذج نسائيه اكثر من رائعه، وحققوا ورفعوا اسم مصر في محافل دوليه وجابوا لنا ميداليات كثيره جدا.
الكلام برضو والكواليس بتاعت اللقاءات بتحاولي ان انت تنقلي الصورة دي ازاي حاليا كمان الفترة دي؟ بصي يعني طبعا انا ده شرف لينا ولكل المصريين ان في كذا بطله بترفع اسم مصر في العاب، والعاب صعبه يعني، يمكن في العاب القوه. أيوة. اللي هو يقول لك هو انت داخل ازاي مدخل بنتك هي اللي بترفع الميداليات في الاخر. صح، وده شرف لينا وشرف لاي بنت في مصر بصراحه ان هي يعني بس تبقى اسمها بنت مصريه، لان في يعني في ولاد كتير اصلا ما بياخدوش جوائز شبه دي في مسابقات عالميه شبه لما بيروحوا. دلوقتي كويس ان احنا بدينا نغير ثقافتنا شويه، فان البنت ممكن يبقى ليها دور ايجابي في اي العاب اولمبيه او اي العاب عامه، وفي الاخر هو انت بطل يعني، اذا كان بنت او ولد انت بترفع اسم بلدك في حاجه معينه، فدي حاجه كويسه قوي كتشالنج يعني. طب هروح للاهلي شويه، لما كنت لسه في المسابقه وزي ما انا كنت بقول طبعا يعني ملكات مختلفين او وصيفات او متسابقات، كل واحده بتنتمي اكيد لبلد وكل واحده بتنتمي لنادي رياضي معين، انت اتكلمتي قبل كده عن الاهلي وطبعا كانوا عارفين عن الاهلي، خلينا برضو نعرف النقطه دي. بصي يمكن الاهلي بالذات في الوطن العربي كله او في العالم كله ليه شخصيته. أيوة. يعني انت ما تروحي تقولي انت بتشجعي كوره او بتشجعي فريق ايه، فبقول انا بشجع مثلا الاهلي، انا بنتمي للنادي الاهلي، تلاقي كله عارف بجد ريلي يو نو الاهلي. اكيد طبعا، فهو الاهلي مصنف عالميا ومش بس في مصر ولا في الوطن العربي، لا الاهلي معروف بجبروته. حلو، معروف بجبروته دي، لا بس مظبوط. بتروحي بقى النادي يعني، رحتي افرع مختلفه بتحبي تروحي؟ بروح طبعا الجزيره ده طبعا، رحت مدينه نصر، رحت مره شيخ زايد، لسه طبعا مستنيين بقى الفروع الثانيه كتير ان شاء الله على خير. يعني برضو الشيخ زايد يمكن رحت مره واحده كنا بنصور البرومو، بس هو حلو جدا. يعني بصي هتلاقي كل فرع متميز عن التاني. صح. بس في كل الخدمات اللي انت بتبي عايزاها كعضو، فيعني ده بجد الحق يقال يعني. بس انا برضو جزيره اكتر واحد ده كل حاجه هناك عارفه، وتحس انك بتخشي مش باوفر في الكلام ومش كلام اعلام خالص، بجد بحس ان انا داخله بيتي يعني، بحس ان انا في راحه نفسيه كده وانت داخله، في ذكريات، في تاريخ. التتش ده تاريخ ناس كتيره واسامي عظيمه. صح. يمكن دي كمان صوره التاسعه بمناسبه الكلام. أيوه. صح كده. انا كنت باورجنايز الماتش ده، طبعا كان الحضور كان صعب شويه في المباراه دي بالذات، عملت حاجات كتير وناس كتير ساعدتني ان انا اعرف ادخل كاورجنايزنج للجيم مع الكاف. فدخلت والحمد لله. مين اكتر اتقابلتي اصلا مع لعيبه قبل كده من عندنا ولا لا؟ قبل كده كنت بعمل انترفيوز مع كذا لاعب في فتره يعني، فكنت بقابلهم كشغل يعني، بس هو عامه ساعات لما كنت بحضر مثلا اي تمارين او حاجه كده في الملعب في التتش وكده، فطبيعي ان ممكن تقابلي حد بالصدفه يعني او تسلمي عليه وكده. مين اكتر لاعب بتحبيه يا ماري؟ ما تقوليليش كلهم، مين اكتر لاعب بتحبيه؟ لا مش هقول لك كلهم خالص، انا اجابات الدبلوماسيه مش هتمشي لا عندنا. لا مش دبلوماسيه، بس انا عكس شويه في الحته دي. بصي ممكن اكون بحب طريقه لعب لاعب معين، تمام، بس انا ما بعرفش انتمي للاعب يعني، ان هو اقول ده الاهلي ما ينفعش من غير الاهلي، زي ما احنا عارفين من واحنا قد كده بمنحدر يعني طبعًا. اللي موجود في الملعب بيقدم، وانس انه بيلبس تي شيرت النادي الاهلي خلاص يعني هو كده بياخد مسؤوليه كبيره عليه. بس في لعيبه طبعا بحبها في الملعب يعني، في لعيبه بتدي فعلا بروحها وبتبقى لعيبه رجاله بجد، ان هي وانس ان بتشيل مسؤوليه دورها في الملعب بتشوفي منهم احسن حاجه. في اسامي كتير مش عايزه اقول اسامي معينه. ادينا اسم يا ماري. ممكن علي معلول بما انه كمان مش مصري، بس هو في الملعب بيبقى حاجه كويسه. ايمن اشرف، اكرم توفيق، مش عايزه الشناوي طبعا. مش عايزه انسى حد يعني، بس دي من اللعيبه المؤثره في وليد سليمان يعني. قابلتي كابتن خطيب قبل كده ولا لا؟ ما قابلتوش يعني فيس تو فيس، بس شفته كذا مره على بعد كده، بس عشان احافظ برضو على الخصوصيه بتاعته ما كنتش بحب اقرب قوي يعني. حلو جدا. طيب خلينا نروح ل يعني ماري بقى، انت في حياتك بتشتغلي بتعملي ايه دلوقتي؟
بصي انا قبل ميس ايجيبت وانا بدرس كنت بعمل موديلنج في ازا تي في، يعني اعلانات وكده وفوتوشوت. بعد الموديلنج كنت حابه ابدا اخش شويه في مجال التمثيل وكده، بس ما جاتش فرصه لسه كامله. وبعدها عملت شيفت كارير شويه، دلوقتي عامله البيزنس بتاعي فلامينجو، ده زي بيوتي لاونج، حاجات للفيشل تريتمنتس واهتمام بالبشره وكده. حلو، انت جربتي كذا كذا حاجه، مجالات كتير مختلفه، مش حابه ترجعي موديلنج تاني ولا؟ انا ده بجانب الموديلنج، ده اول ما بيجي لي حاجه برجع اشوفها هل هي مناسبه ليا او لا وببدا اعملها تاني. حلو جدا، ربنا يوفقك بجد، حاجه يعني جميله، نموذج بجد اهلاوي جميل جدا. بصي فرصتك حلوه ان انت دلوقتي بيتابعك بجد، ولو مش هيتابعك على الهوا هيتابعك بعد كده على اليوتيوب ملايين. فلو حابه تقولي حاجه للجمهور الاهلي يعني دي فرصه. دي الكاميرا بتاعتي. قولي للكاميرا بتاعتي، هنختم حتى بكلمتك لجماهير الاهلي. انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده، وشرف ليا ان انا اكون بمثل جمهور نادي الاهلي حتى لو في حاجه بسيطه. عايزين نساند الفريق اكتر واكتر مهما حصل، اي دروبس او اي حاجه في الفريق، احنا معروفين بعددنا. ومبسوطه ان انا طلعت النهارده على الهوا. و موسيماني مش عايز تقولي له حاجه؟ ركز شويه. لا هو يعني كتر خيره برضو، جه في فتره كانت طبعا صعبه شويه، نقله، لا بس عمل نقله جميله، وفي نفس الوقت معين. عمل نقله كبيره وفارق معانا، احنا واخدين بطولات كتير في فتره قصيره جدا، واخدين التاسعه والعاشره وتالت عالم يعني. لا وان شاء الله هيبقى في بطولات واللي جاي احلى كتير اكيد طبعا. ان شاء الله. نورتينا يا ميري، ميرسي جدا على وجودك معانا. ونروح كده فاصل سريع جدا، وهينورنا بقى في الفقره الاخيره كابتن عادل تعيمه، خليكم معانا.